مستن. عليكم السلام. اكيد انا اسف. اي بشر يدون من بدون مصاحبه. استريح. ليش متاخر؟ والله سيطرات ازدحام. كابتن شلون؟ خلي يشوفوك المشاهدين. سيطرات والله. واحد طلع على صفح موتني. يعني شنو واحد سيطره؟ لا صارت شويه اشكالات. شلون؟ جاي يمشي سريع من وراك وطفرت حاليه مي. اها. بعد صارت. زين انت غير تطلع من وقت. والله العظيم هي ازدحامات مو سيطرات. هو صحيح شارع فارغ. بس السيطرات انه تضبيط يصير فهيك صايره كلش. وانا اسف واعتذر من الكابتن هم يعني. لا اعتذر من المشاهدين اللي تاخر. اعتذر من المشاهدين حقكم علي. اهلا وسهلا بك احمد. طول عمرك سعيد. حياك الله نورتنا. صار عندي اثنين احمد فكون ابدا بالقابكم بعد اسمي ذاك ابو كريشه ابو البصره وانت مكنزي. كريشه ويانا؟ اي ويانا من البصره. كريشه مشتاقين. حبيبي حمود عن الاكثر. دول عمرك. تتاخر دائما تتاخر. درغام اسماعيل علمك. يعافي. درغام اسماعيل عاديهم هواي. بشكل عام حتى ابدا الحوار الفعلي، ليش يسموك ماكنزي؟ حتى ابدا اسميكم بالقابكم. وين مطروحه للاعلام؟ ماكنزي اسم جدي، يعني مو لقب. أها. حسب ما يقولون انه لقب وهاي، لا اسم جدي. شنو اسمك الكامل؟ احمد حسن ماكنزي. اها. براءة يعني. انت شنو السر كوجي؟ كوجي من كنت صغير والدي يطلع عليه لقب اللي فلام كرتون هو قديم. فلام دايزر. هياكي. اللي وياه كوجي. ايه. ومشى وياك للكبر؟ مشى وياي. منو يسميك هسه مثلا عبد العباس ومنو يسميك كوجي باللعب؟ باللعب اكو لاعبين يصيحون عباس مو عبد للسهولة. العباس. للسهولة. اي للاسهل يعني. واكو كوجي. ابو كريشه وين كانت قصتك؟ لطيفه بس ليش يسموك ابو كريشه؟ تحياتي لعندي صديقي حيدر مدرب فريق شعبي. زين. كنت سمين وكله ابو كريشه ابو كريشه ابو كريشه. حيدر علوان اوجه له تحيه. ابو كريشه ابو كريشه ومشت عندي حتى بالبيت هسه يصيحون ابو كريشه. هسه ضعفت بعدك سمين. انت شو تقول؟ ما ادري انت اعرف على هذا الحجر والقعده بالبيت. لا 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 محافظ كل شيء. جيد. احمد شلون استقبلت خبر الغاء الدوري؟ والله هو استاذ علي مثل ما تعرف القرار انا بالنسبه لي صعب. حلو. لان الدوري بشكل عام مر بتعثرات هواي صار ملل بالموضوع. صح. ف خليت الازمه نوجههم تحيه قالوا انه لازم يتوقف الدوري. جماعتنا رادوها هم حجه فقال له خلينا نلغي. بس انه من الغي لازم نفكر بالدوري الجديد. الرتبه يعني. الرتبه بشكل منتظم حيل يعني. لازم انه الدوري بفلان يوم يبدي بفلان يوم ينتهي، حتى ما يصير تعقبات وتصير امور تاثر على اللاعبين وعلى الادارات وعلى الرياضه بشكل عام بالعراق. افتراض